السلام عليكم. اليوم غادي نمشيو معايا في واحد الرحله لابو ظبي في الامارات باش نشاركوا في البطوله العربيه ديال المواي تاي. خذينا التيكي ديالنا وطلعنا للطياره. صراحه اللي كانت طائره فخمه فيها جميع وسائل الراحه. طبعا الرحله فيها 7 ديال الساعات، خصنا ضروري نتفرجوا في شي حاجه. صراحه جسمي قشعر ملي سمعت الاذان في المطار، ما شاء الله. تلقينا بالمنتخب الوطني في الاوتيل وطلعنا للبيت ديالنا. صراحة كان البيت واعر ومريح. لغدا مشينا للقاعة ديال البطولة، كانت بقاعة واعرة صراحة، تنظيم خيالي، تنظيم رائع. هذا هو الرينج اللي لعبنا فيه المباريات ديالنا. كان عندي 3 ديال المباريات، مع جزائري ومع فلسطيني ومع لبناني، والحمد لله كانت الامور مش مزيان وربح جميع المباريات ديالي. والهدف هادشي كامل هو اننا نسمعوا هادشي. هذا 2023 في وزن 81 كيلوغرام رجال من المملكة المغربية، اللاعب عزيز الفلاق. حضورنا الكريم، نرجو منكم الوقوف للسلام الوطني للمملكة المغربية. احسن حاجة في الحياة اي رياضي هو يسمع النشيد الوطني. صراحة من بعد البطولة كنا معروضين للحفل الختامي اللي صراحة كان واعر، كان تنظيم رائع، موسيقى واعرة، الماكلة اللي كتشوفوا روعة، وضروري من بعد الماكلة الدراري نشطوا مع راسهم. وفي النهاية كل واحد تبر الطريق ديالو ورجع في حاله لدارو. السلام عليكم.